الآن سنقوم بحل مسائل على الميل وتقاطع واي. دعونا نبدأ. دعوني أعطي مسألة. لنفترض أن لدينا النقاط 2 مع 5، والنقطة الأخرى ستكون سالب 3 مع سالب 3. حسناً، دعونا نقوم أولاً بتمثيل تلك النقطتين باللون الأصفر. دعونا نرى هذه 1 2، ثم 1 2 3 4 5. إذن 2 مع 5 ستكون هنا، 2 مع 5. ومن ثم سأقوم بتمثيل سالب 3 مع سالب 3. إذن 1 2 3، 1 2 3. إذن سالب 3 مع سالب 3 تقع هنا. ثم دعوني أرسم خطا يصل بينهما. هذا هو، هذه هي التقنية الجديدة. أعتقد أنه جيد. دعونا نحاول إيجاد ميل هذا الخط، وربما يسعنا الوقت لنجد تقاطع واي. نحن نعلم معادلة الخط. دعوني أختار لونا مناسبا. إذن الميل كما تحدثنا في عروض سابقة يساوي الارتفاع على البعد أو التغير في واي مقسوما على التغير في اكس. دعونا نأخذ هذه كنقطة بداية. التغير في واي يساوي 5 ناقص سالب 3، سالب 3 مقسوما على التغير في اكس 2 ناقص سالب 3. ناتج البسط يساوي 8، وناتج المقام يساوي 5. وبهذا أوجدنا ميل هذه المعادلة وهو 8 على 5. لنتأكد من الرسم، دعونا نجد الارتفاع والبعد. إذا بدأنا من هذه النقطة، دعونا نرى كم علينا أن نرتفع لنحصل على نفس إحداث واي للنقطة الأخرى. دعونا نرى، نحن هنا والنقطة الأخرى في الأعلى هنا. دعونا نجد هذه المسافة لنستخدم خطا سميكا. إنه رسم سيء. دعونا نجد هذه المسافة. المسافة هي دلتا واي، أي التغير في واي. إنها 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا يساوي 8. هذا منطقي. لقد أخذنا واي تساوي 5 التي كانت هنا، ناقص واي تساوي ناقص 3. حسبنا تلك المسافة من خلال النظر إلى الإحداثيين 5 ناقص سالب 3، وقد كان الناتج عبارة عن هذه المسافة وهي تمثل الارتفاع. والآن لنقوم بإيجاد البعد. للانتقال من هذه النقطة إلى النقطة الأخرى سنذهب في هذا البعد، وهذا البعد عبارة عن 1 2 3 4 5 وحدات، وهو دلتا اكس او الارتفاع على البعد، ويساوي 8 على 5. وسيكون نفسه اذا قمنا بحساب البعد هنا او اذا قمنا بحساب الارتفاع هنا. اتمنى ان هذا مفهوم بالنسبة لكم. الآن إذا أصبح الارتفاع بالنسبة للبعد أكبر، بالتالي سيكون ميل الخط حاد وسيكون العدد أكبر. دعونا نرى ماذا لدينا لمعادلة هذا الخط. نحن نعلم أن معادلته تساوي واي تساوي 8 على 5 إكس زائد بي. والآن علينا أن نجد قيمة هذه البي، حيث بي تقاطع واي، وهنا موقع التقاطع مع محور واي. وبما أن هذا التمثيل دقيق، بالتالي يمكننا أن نستعرضه. إنه يبدو وكأننا نتقاطع على النقطة 2 مع محور واي، لكن دعونا نقوم بحلها دون الرسم البياني.
إذن كيف نجد قيمة بي؟ يمكننا أن نعوض قيم لي إكس وواي، كل من هذه النقاط موجودة على ذلك الخط، يمكن أن نعوض لي إكس وواي. إذن دعونا نستخدم النقطة الأولى حيث واي تساوي 5 وإكس تساوي 2 ونعوضها في المعادلة. إذن 5 تساوي 8 على 5 مضروبة في 2 زائد بي، نحصل على 5 تساوي 16 على 5 زائد بي. نطرح 16 على 5 من طرفي المعادلة ونوحد المقامات، فيصبح لدينا بي تساوي 25 ناقص 16 مقسومة على 5، وهذا يساوي 9 على 5. انظر، لقد كنت مخطئا عندما نظرت إلى هذا التمثيل، قلت إنها تبدو 2، لكن عندما قمنا بإيجادها باستخدام الجبر كانت 9 على 5 يساوي 2 تقريبا، أو 1.8 بالعشرة، إنه يساوي 2 تقريبا، لكنه ليس كذلك. ويمكنني أن أكتبه بصورة هذا العدد العشري، 1.8 بالعشرة. إذن معادلة الخط النهائية y تساوي 8 على 5 x زائد 9 على 5، 9 على 5. دعونا نحل واحدة أخرى. ما زال هناك وقت لحل مسألة، ودعوني أضع هذا التمثيل في الخلف مرة أخرى. هيا نبدأ. أريد أن أفكر في عددين بطريقة عشوائية. دعوني أقول أن لدي النقاط 2 وسالب 3 والنقطة سالب 4 و5. إذن 2 وسالب 3، دعونا نعينها بسرعة. x تساوي 2 أي تقع هنا، والسالب 3، إذن 2 وسالب 3 تقع هنا، وسالب 4 مع 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. علي أن أقوم بالعد هكذا لأن هذا التمثيل غير مسمى، لكن في المحور الإحداثي تكون الأعداد واضحة. والآن دعونا نرسم الخط. دعوني أرسمه بيداي المرتجفتان. نبدأ من هنا، إنه خط جيد. آخر، نحتاج أولا لإيجاد الميل. حسنا، يمكننا القيام بذلك. إذن الميل عبارة عن دلتا واي مقسومة على دلتا إكس. أولا دعونا نأخذ هذه الواي، فنقول 5 ناقص سالب 3 مقسومة على سالب 4 ناقص 2، هذا يساوي 8، والمقام يساوي سالب 6، هذا يساوي 8 على سالب 6، كلاهما يقسمان على 2 فتصبح سالب 4 على 3. لنرى هل هذا منطقي بالنسبة للميل. إذا أردنا أن ننتقل للأسفل بمقدار 4 وحدات من هذه النقطة هكذا، 1 2 3 4، ومن ثم انتقلنا للأسفل بمقدار 4 وحدات، ومن ثم إلى اليمين بمقدار 3 وحدات موجب. لا نزال على نهاية الخط، يبدو جيدا بالنسبة لي. بقي أن نقوم بإيجاد تقاطع y، حيث y تساوي ناقص 4 على 3 x زائد b، وهذا ما سنفعله في العرض القادم. دمتم بخير.